مصر النهاردة بنحلم لبكرة. أهلا بحضراتكم على الهوى. الفكرة اللي كنا بندردش فيها في المقدمة، الحقيقة أنا على عكس كتير جدا من السادة الصحفيين في مصر والسادة الفنانين اللي بيحسوا بحالة من حالات الغيرة والحساسية من أي فنان عربي يجي يشتغل في مصر. ولو تفتكروا من سنتين ثلاثة حصلت الهوجة بتاعت الدراما السورية والدراما اللبنانية والدراما المصرية، ولأ وعايزين كل واحد يحافظ على نفسه ومش عايزين ناس من برة، والكلام الكتير اللي اتقال في هذا السياق. ربما يختلف معايا الكثيرين، بس أنا شخصيا كمواطن قبل ما أكون إعلامي ببقى سعيد بأي موهبة تيجي من أي قطر عربي لأنها بتبقى إضافة. وهم الحقيقة بيعترفوا وده ما بينكروهوش إن مصر بتديهم بريق خاص وبتديهم شهرة من نوع مختلف على الرغم من إن هم مشاهير ونجوم في بلادهم. كندا علوش اسم يمكن جديد شوية على الساحة المصرية، هي نجمة ولها سوابق أعمال كثيرة سواء دراميا أو سينمائيا في سوريا، لكن استطاعت خلال السنتين اللي فاتوا سينمائيا وتلفزيونيا إنها تطلع للمصريين شهادة إنها بجد من أهل كايرو. إزيك يا كندا؟ أهلا يا تامر، ومتشكرة قوي على المقدمة اللطيفة. لا العفو، الحقيقة أنا يعني أزعم إن أنا متابع شوية الساحة السينمائية والفنية في سوريا، وتابعت لك مجموعة من الأعمال، وكنت بقول امتى الوقت اللي كندا تيجي تقدم نفسها وتتعرف على الجمهور المصري، وده حصل من خلال ولاد العم واهل كايرو. مين اكتر اللي حسيتي ان كندا بقت خلاص معروفه ومقبوله عند الجمهور المصري، سينما ولا تلفزيون؟ لا اهل كايرو طبعا. اهل كايرو يعني مع احترامي ومحبتي فعلا لتجربه ولاد العم كفيلم وكنتيجه، وبالنسبه لي كانت فرصه جميله ان اشتغل مع استاذ شريف عرفه. بس اهل كايرو مش بس عشان هو مسلسل وعشان المسلسلات بتشاف اكتر، لا عشان فعلا انا بالنسبه لي كان مسلسل ظرفه سنه استثنائي. يعني توافقت فيه مجموعه من العناصر الجيده جدا، ابتداء من نص كويس لمخرج كويس جدا، ممثلين فنيين، فطلع في الاخر عمل مختلف جاد، مش عمل انترتيننج وخلاص. صحيح. الناس حبته، الناس تابعته، وعمل حاجه حاله، وهي مش دايما بتحصل مع كل الاعمال، ان هو عمل قاعده جماهيريه واسعه جدا. مزبوط. الناس الجمهور حبوه جدا وتشاف، وبنفس الوقت كان في رد فعل نقدي كويس جدا، اتكتب عنه بشكل كويس من كل الاقطاب. يعني من الاقطاب، انت ساعات بتلاقي في اعمال في ناس بتحبها وناس بتشتمها وناس معاها وناس ضدها. انا كنت بقرا طول الوقت، انا ما كنتش موجوده في مصر للاسف ايام عرض المسلسل، بس كنت بتابع طول الوقت اللي بيتكتب واللي بيتقال. انا كنت فعلا مبسوطه بان مع اختلاف وجهات النظر من النقاد اللي بيكتبوا، بس كلهم كانوا الى حد بعيد مجمعين على ان المسلسل فيه حاجه جديده وفي حاجه كويسه وفي حاجه جديه بتطلع. صحيح، وده على يعني على عكس اللي كان متوقع، لان الزحمه، عارفه يعني ايه الزحمه؟ طبعا طبعا الزحمه عندنا في مسلسلات رمضان كانت فوق الوصف. كنا بنتكلم في حاجه و60 مسلسل سواء ارضي او فضائي، فكانت كل الناس بتقول ان حتى الاعمال الجيده ربما هتتظلم، لكن الحقيقه مسلسل اهل كايرو ويمكن مع مسلسل الجماعه ومسلسل حاره، الثلاث مسلسلات دول قدروا ان هم يثبتوا نفسهم على وجبه المشاهده للمشاهد المصري. مظبوط؟ لا مظبوط. وانا كنت بفكر زيك بالظبط، مش بس انا، يمكن كلنا اللي كنا بنشتغل في الشغالين في المسلسل كنا حاسين، او انا عن نفسي خليني اقول كنت حاسه ان انا بشتغل على ماده كويسه جدا، بس ما كنتش متخيله انها هتنجح النجاح ده. كنت حاسه ان في زي ما انت بتقول كان في زحمه كتير السنه اللي فاتت، كان في كم اعمال كبير اتعمل لها برضو بروباجندا واتعمل لها ضجه اعلاميه كبيره. اهل كايرو ما اعرفش لو انت تفتكر ما سبقوش اخبار كتير خالص، ما اتحكاش عنه كتير قبل ما يتعرض. انا كنت بقول للناس، عايز اقول لك وانا بصور هنا في مصر، ناس اعرفهم من الوسط او من بره الوسط بيقولوا تشتغل ايه، بقول لهم بشتغل مسلسل اسمه اهل كايرو. اهل كايرو ما سمعناش عنه يعني، ده بصراحه. وده مش مزعلني دلوقتي، بالعكس، عشان ده نجاح ان انت مع ان ما كانش فيه فعلا تغطيه اعلاميه كبيره، ان انت تقدر، وما كانش فيه على فكره، ما تعرضش على قنوات كتير، تعرض بس على قنوات مصريه. صحيح. يعني في مسلسلات تانية تعرضت على قنوات عربيه. مظبوط. بس ده مع ان قصدي ما تعرضش على قنوات كتير وما سبقوش تغطيه اعلاميه كبيره، بس في الاخر الحمد لله حقق قاعده مشاهده يعني واسعه. حاجه تضايق قبل عرض المسلسل ان ما كانش فيه تقديمه اعلاميه بصراحة. كويس. كنا بنقول طب ما حدش سامع عننا، طب هنطلع في الضلمة، ماشي، طب ما الاعلانات ما بتنزلش، طب البروموهات، انت عارف بقى حاله التوتر. صحيح. اللي تسبق رمضان، وطول الوقت كان المنتج دكتور محمود بركه كان
مسترخي وبيقول لنا لا هو يعني هو حاسس ان هو في امان، احنا مش عارفين الامان ده جاي منين، بس هو حاسس ان هو في امان وطلع عنده حق الحمد لله. صحيح، لان الماده كويسه وطبعا الممثلين، وهنتكلم عن ادائك واداء باقي الممثلين، لكن كان في واحده من الملامح المختلفه جدا في مسلسل اهل كايرو هي الكاميرا المخرج. في ناس كتير في اول 3 ايام اتصدمت وما فهمتش، وبعد كده ابتدت تتجاوب معاها، وفي اخر العمل حبوها وقالوا الستايل الاخراجي ده وستايل التقطيعات والمشاهد والكاميرات دي مختلفه وعامله حاله مختلفه. انتوا كنتوا متعايشين ازاي مع الكاميرا المختلفه دي؟ انا هقول لك، احنا الاول كان في عندنا مش مشكله، بس انا لما كنت بقرا النص كنت بحس ان هو نص صعب. صحيح ان هو بوليسي وتشويق وفي سسبنس واحداث شده طول الوقت، بس برضو معرفش لو انت خدت بالك المشاهد كانت طويله جدا. صحيح. فيها حوارات طويله. انا كنت بقول طب انا وبقراها مستمتعه، بس انا مش ضامنه ان كل الناس تبقى فعلا مستمتعه للدرجه دي. الكلام كان حلو، كان غني جدا، كان عميق الكلام فعلا. الحوار اللي كاتبه بلال فعلا غني ومن اجمل ما كتب، بس فعلا المشاهد كانت طويله جدا. بس مشاهد طويله جدا، فاحنا كنا قلنا طب دي بقى مهمه محمد علي، ان هو يكسر، ان يعني يكسر لو في اي اطاله في المشاهد. أي. يكون هو مسؤول عن ان هو يخلق ايقاع طول الوقت، ما يكونش فيه ولا ثانيه. ما يصحش اصلا في نوع الاعمال دي انه يكون في ملل. يعني انت ممكن في اي مسلسل تاني ان انت تزهق وترجع، تطويل وحاجات، انما ده سسبنس، يعني ده قائم على ان انت تبقى طول الوقت متشد للاحداث وبتتابعه. فمحمد عشان انا شايف ان هو فعلا شخص ذكي جدا، شاف النص، فهمه جدا، استوعبه جدا، عارف هو عايز يعمله ازاي، عارف هو هيقدمه ازاي باحسن شكل ممكن. وقدر يتغلب على، هي مش مشكله، بس قدر يتغلب على شكل المشاهد الطويله اللي كان كاتبها بلال. احنا كان في عندنا حلقات مثلا 12 حلقه، 12 مشهد، الحلقه عاده 30 مشهد، 12 مشهد، يعني مشاهد فعلا طويله. صحيح جدا. كنا مستمتعين. انا بالنسبه لي كان شكل جديد. هو تقريبا، ما اعرفش لو هو محمد بيتكلم عن التكنيك ده، بس هو زي ما احنا تقريبا بنشتغل في سوريا، وزي ما دلوقتي بقى في ناس كتير بتشتغل هنا، اللي هو كاميرا واحده بس. هو كانوا كاميرتين بس من زاويه واحده، يعني زي ما يكون كاميرا واحده. صحيح. فاحنا كنا تقريبا بناخد ساعات المشاهد كلها على بعضها، وبعدين بنعيدها تاني وناخد شوتس. تمام. بغض النظر عن التكنيك، احنا كنا مستمتعين بالحاله. اكتر حاجه انا بالنسبه لي كانت ممتعه ان احنا كان متوفر لنا ان احنا نعمل عدد بروفات كتير قبل ده بيبقى مهم قوي. ده مهم قوي، وده مش متوفر في التلفزيون عاده، قليل جدا. يعني انت، احنا في اي انتاج تلفزيوني، انا عارفه ان في مصر زي ما في سوريا دايما الناس مستعجله ودايما عايزه تخلص ودايما يلا ونعمل اكبر عدد مشاهد ممكن في اليوم. احنا هنا لا، محمد كان فعلا مدينا فرصه ان احنا نعمل بروفا واثنين وثلاثه واربعه قبل قبل المشهد، ان احنا فعلا نكون متمكنين منه ومستوعبينه كله وهضمينه، علشان يطلع باكتر شكل طبيعي. عشان كده الناس في اكتر ملاحظه كانت بتقال ان هو في حاجه طبيعيه او قريبه من الناس. لا في وانا الأداء. سعيد طبعا. انا بحيي كمان الممثل الجميل خالد الصاوي، هو صديقي وممثل، انا شايف ان هو يعني عبقري تمثيل. صحيح. لما كلمنا بعد المسلسل قال لي حاجه اسعدتني جدا، قال لي كندا اكتشاف. متهيألي انت كمان علاقتك بخالد بعد المسلسل مختلفة جدا، اثناء المسلسل وبعد المسلسل. انا دايما، يعني انا دايما بقول، قلتها اكتر من مرة، وما بحسش ان دي، يعني ما بحسش ان دي حاجة كتيرة ان انا اقولها. انا بحس ان انا فعلا مدينة ليه بجزء كبير من نجاحي. يعني انا لو انا نجحت فعلا، والناس دلوقتي الحمد لله بتقول ان انا الى حد ما قدرت انجح، فانا مدينة ليه بجزء كبير من نجاحي. عشان هو ممثل كويس قوي، عشان هو بني ادم كويس قوي، وعارف ان الممثل الشاطر مش بس انه يكون هو كويس، عارف ان الشغل ده، الممثل مش فنان تشكيلي، ما يعني مش وان مان شو. بالظبط. مش كفايه ان هو يرسم لوحده حلو، عشان الناس اللي معاه لو ما كانوش كويسين طبعا هو هيقع. عشان هو ذكي جدا ومستوعب ده كويس قوي، فهو عارف ان اللي حواليه لو ما كانوش كويسين هو مش هيبقى، يعني هو اكيد هيبقى كويس بس مش هيبقى بالجوده دي. صحيح. فهو فعلا بكل معنى الكلمه خد بايدي.
ما كانش بيبخل عليا ولا لحظه باي نصيحه. كنت بستمتع قوي بالبروفات اللي كنت بعملها معاه، كنت حاسه ان احنا بنشتغل مسرح، وهو عشان برضو هو عنده، هو كان مخرج مسرحي ومخرج سينمائي برضو، فهو عنده جزئيه المخرج دي ما كانتش بتظهر في التصوير، يعني دي فعلا كانت بتختفي تماما لما بنقعد قدام المخرج محمد علي. بس بيني وبينه كنت مبسوطه بالتوجيهات اللي كان بيديها لي، كنت مستمتعه بالبروفات اللي كانت بتتعمل قبل الشغل، عشان كانت كل شويه بتنور، يعني بتنور في بالي حاجات انا ما كنتش واخده بالي منها. فلا طبعا انا بحس ان فعلا جزء كبير من نجاحي انا مدينه بيه. ده كلام محترم وما يقولوش غير حد، مش هقول لك بيتواضع، بس حد بيبقى واثق من نفسه وما يعيبوش ان هو يمدح حد شايف ان له فضل عليه. كندا، نرجع لسوريا شويه. انت نجمه في سوريا، ولما قريت شويه معلومات واخبار عنك، لا بسم الله ما شاء الله السنوات الاخيره عامله مجموعه اعمال الحمد لله كتير. بس قرار النزول للساحة المصرية قرارك ولا استدعيتي؟ لا مش قراري على الإطلاق أبدا. لا أنا ولا حاجة، يعني قصدي أنا في الحاجات دي ما بحبش أقرر. الممثل للأسف هو متلقي مش فاعل. يعني إزاي؟ يعني أنت لو أنا مخرج أو لو أنا كاتب، فأنا بعمل المشروع اللي أنا عايزاه، أنا بقعد وبطلع الفكرة اللي أنا عايزاها وبكتبها على الورق، تمام. وبعمل الكاركترز اللي انا عايزاهم في القصه والحدوته اللي انا عايزاها وبالصراع اللي انا عايزاه الى اخره. لو انا مخرج فانا هدور على المشروع اللي انا عايزاه او اقرب مشروع يناسبني واخرجه بالشكل اللي انا شايفاه صح كاخراج، كرؤيه انا شايفه انا عايزه اوصل ايه افكار. انا شايفه للاسف، يعني او مش للاسف، ممكن دي طبيعه الممثل. الممثل هو متلقي، يعني انا بقعد في بيتي وبستنى التليفون يرن وبعد كده بيكلموني، مش مبادر. الممثل مش مبادر. وحتة المبادرة برضو ساعات بتتفهم غلط، فعشان كده هي مش موجود. يعني قصدي بيتفهم غلط الممثل اللي بيطرق أبواب المخرجين أو اللي بيطرق أبواب المنتجين أو اللي بيقول أنا نفسي أشتغل معاك ونفسي أشتغل معاك. وأنا برضو ممكن عشان ده مأثر فيها، فأنا عمري ما بعمل ده، يعني ولا في سوريا ولا في مصر ولا في أي مكان. ما بعرفش أن أنا أقول، حتى لو أنا قاعدة معاك دلوقتي وأنت مخرج وأنا بحب شغلك قوي، مش هعرف أن أنا أقول لك والله انا كان نفسي ابقى معاك في واحد من لا ما تقوليش، انا اللي هقول لك على طول انا عايزك معايا. طب متشكرة متشكرة. طعم النجاح في مصر عامل ازاي؟ حلو قوي، حلو قوي، حلو قوي. وزي ما انا قلت لك في البدايه احلى مما توقعت. في ناس خوفتني من اكتر من حاجه، يعني قبل ما اطلع مش ناس من الوسط، وناس حتى هنا من مصر، عايز اقول لك ناس من سوريا ومن مصر، من 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 كل مكان، يعني اللي هو طب حسبي، طب انت جديده، طب لسه ناس ما تعرفكيش، طب انت ممكن تقعي، طب انت واخده بطوله، طب دلوقتي لو انت فشلتي مش هيرحموكي، وطب خدي بالك من الصحافه في مصر، طب خدي بالك من الناس في الوسط وما اعرفش ايه. انا كنت بقول في حوار من كام يوم، انا فعلا الحمد لله ما شفتش ولا اي ثانيه ولا اي حاجه وحشه على الاطلاق. انا فعلا قبلت بحفاوه ما كنتش متخيلها، من كادر العمل انا اشتغلت معاهم، من الصحفيين بعد ما العمل اتعرض، من الناس في الشارع كل ما انا بمشي في اي مكان بروحه، المعجبين على الفيسبوك، من نجوم كبيره واسماء كبيره ما كنتش اعرفها في الوسط. كنت اعرفها طبعا كاسماء وكايقونات بس ما كنتش اعرفها بشكل شخصي، ومن ممثلين شباب برضو كنت اعرفهم بس ما كنتش اتوقع منهم المبادرات اللطيفه دي اللي حصلت. فانا عايزه اقول لك بجد ما شفتش اي لحظه مش حلوه، ما شفتش غير الترحيب، ما شفتش غير الحفاوه، ما شفتش غير المحبه والاستقبال الحلو جدا. طيب سعيده بيه جدا، بيحملني مسؤوليه كبيره، وبتمنى ان انا فعلا اقدر اكون على قدها. في مخطط قادم مصري ولا هنرجع سوريا نشتغل؟ في فيلم دلوقتي انا بجهزه، هندخل تصوير قريب جدا. الفيلم اسمه حكايه بنت، وهو انتاج اوسكار وتاليف وائل عبد الله وخالد جلال واخراج شريف مندور مع حفظ الالقاب للجميع. العمل ده جديد، طريقه طرحه جديده. في هو مش سسبنس بس. هو مين فريق العمل اللي معاكي ولا لسه؟ لا في معايا، هي هو الفيلم اسمه حكايه بنت، فانا شخصيه البنت اللي ماسكه الاحداث من الاول لاخر. في معايا عمرو يوسف، في احمد سعدني، ريم بارودي، احمد زاهر، واحمد صفوت معايا في الفيلم. هتخشوا امتى؟ قريب جدا. قريب قريب جدا. طيب ناخدك على